سيطرت قبائل الواحدي على ميناء بلحاف والمديريات الشرقية للمحافظة بعد أن تمكنت من طرد اللواء الثاني مشاة جبلي واللواء الثاني مشاة بحري. وقالت مصادر قبلية إن قبائل الواحدي أطلقت على تلك الألوية اسم عاصفة الحزم. فرضت قبائل بلاد الواحدي في محافظة شبوة سيطرتها الكاملة على المديريات الشرقية بعد تمكن مسلحيها من طرد أفراد اللواء الثاني مشاة جبلي واللواء الثاني مشاة دفاع بحري المواليين للرئيس المخلوع. تجمعت القبائل أبناء منطقة الواحدي واتجهت إلى كتايب عزيان اللواء الجبلي، ومن ثم إلى بالحاف النشيمة وإلى بالحاف، واستمرينا وسقطت الألوية اللواء البحري واللواء الجبلي بحمد الله وبفضل هذول الشباب والرجال الكبار والصغار وفيهم الضباط والقادة. وبهذا أصبحت شركة الغاز الطبيعي المسال وميناء بلحاف أهم المراكز الحيوية في المحافظة تحت سيطرة القبائل. حقيقة بذلت القبائل في هذه المنطقة يعني جهدا كبير، قبائل اللحنف طبعا حمير وبعض القبائل المجاورة لها من أبناء منطقة الواحدي. تحركات قبائل شبوة على الميدان جاءت بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على مدينة عتق عاصمة شبوة في مطلع الشهر الجاري، وتزامنت مع ضربات عاصفة الحزم التي تطال مواقع تمركز ميليشيا الحوثي وإمداداتها لتغيير المعادلة على الأرض. عاصفة الحزم التي انحازت لقبائل شبوة في مواجهة الحوثيين جعلتها تطلق اسم العاصفة على المعسكرات التي سيطرت عليها. ونحن الآن بصدد ترتيب أوضاع اللوائين الذين تم إسقاطهما على أن نشك اللواء باسم اللواء الأول عاصفة الحزم. دعوة حملت نبرة مقاومة عالية ربما من شأنها أن تجعل ميليشيا الحوثي تعيد حساباتها وتجنب البلد مزيدا من الدماء والدمار بحروب لا طائل منها. لمزيد من النقاش والتفصيل معي هنا في الاستوديو الأستاذ نبيل غانم نائب رئيس مجلس عدن الأهلي. مرحبا بك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، قبل الفاصل كنا نتحدث عن أحداث تعز الأخيرة، ويبدو مشهدا يشبه إلى حد ما مشهد اجتياح الميليشيا إلى عدن. كيف تنظر أولا إلى الوضع في تعز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على الاستضافة الثانية. عدن مرت وتمر بظرف عصيب جدا لهذا الاعتداء الذي استمر ما يقارب الشهر إلى الآن تقريبا، ولكنها صامدة بصمود أبنائها، وتتكرر المأساة اليوم في تعز. واعتقادي أن انفجار الوضع في تعز هو جاء بعد فشل محاولة السيطرة على عدن، وكنوع من أنواع التغطية على هذه الإخفاقات التي في عدن، أرادوا أن يفتحوا جبهة وأن يحققوا مكسب ولو على حساب مدنية تعز وعلى حساب أهالي تعز، وحتى تكون هذه المؤخرة لهم آمنة. لكن أنا أتوقع أن أبناء تعز يقتدوا بأبناء عدن إن شاء الله تعالى في المواجهة والصمود، وكما رفض إخوتهم في عدن وفي الضالع وفي مأرب من أي سيطرة عليهم ومن أي استتباب لأي معتدي حفاظا على الأرض والعرض والمال، فإن أبناء تعز إن شاء الله تعالى أيضا ينتفضوا ضد أي معتدي عليهم، وبالتالي تنتكس راية المعتدين إن شاء الله في تعز، ولن يستمر هذا الوضع إن شاء الله تعالى في ظل التطورات التي نسمعها، التطورات نعم الإيجابية. نعم، هناك أيضا المحافظات الأخرى. نعم، هناك أيضا مواجهات عنيفة ومقاومة شديدة تلقاها يعني تحالف الحوثي مع صالح في جبهات، كما تحدث التقرير الذي استمعنا إليه وإياك عن استعادة قبائل الواحدي مثلا
مثلا في ميناء على ميناء بالحاف، ايضا في مأرب هناك مواجهات قوية واستبسال للقبائل لمنع دخول الاجتياح الحوثي الى مدينتهم. ما دلالة سيطرة هذه القبائل على مواقع اقتصادية واستراتيجية بهذا الحجم؟ هو سيطرة القبائل على ميناء بالحاف، وهو الميناء الرئيسي والوحيد لتصدير الغاز اليمني، له دلالة كبيرة جدا، لأنه عصب رئيسي لضخ إيرادات مالية إلى خزينة الدولة. فأن يكون تحت سيطرة قبائل موالية للشرعية، هذا له دلالات كبيرة جدا. وحفاظا على هذه المنشأة من أي اعتداء ومن أي تدمير وتخريب، كانت خطوة القبائل للسيطرة عليها والحفاظ عليها، رغم أن النشاط الاقتصادي في هذه المنشأة قد توقف. فخطوة القبائل للسيطرة عليها وحفاظا على المال العام وعلى هذه الثروة المتمثلة في هذا الميناء وما يمثله من أهمية. ما هي، دعنا نستفيد من وجودك كرجل اقتصاد معنا هنا، ما الأهمية الاقتصادية الذي يمثله ميناء بالحاف بالنسبة للاقتصاد الوطني في اليمن؟ هو رغم أن مردود تصدير الغاز إلى الآن ليس بالمستوى المطلوب، لأن الاتفاقية التي وقعت مع الشركات المستفيدة من الغاز اليمني كانت اتفاقية مجحفة جدا، من حيث الأسعار، والتي نأمل إن شاء الله تعالى أن يعاد النظر. كما سمعنا أن الأخ الرئيس عبد ربه منصور كان قد وعد بتعديل هذه الأسعار، ولكن توالت الأحداث وتسارعت وأدى إلى أن الأسعار لم تعود أو لم تصل إلى السعر العالمي. فهذه المنشأة إحدى روافد الاقتصاد في البلد، وإحدى روافد مهمة لخزينة الدولة، إذ أنها إذا أعيد النظر بالتسعيرة للغاز المباع لتوتال والشركة الكورية وغيرها، فإن ميزانية الدولة ستتحسن في إيراداتها بشكل كبير جدا. ومن المعلوم لدينا أن ميزانية الدولة، إيرادات الدولة، تعتمد اعتماد رئيسي على النفط وعلى الغاز الموجود في حضرموت وشبوة ومأرب بدرجة تقريبا 70% من الإيرادات العامة لميزانية الدولة. وبالتالي هذه المنشأة تمثل عصب حيوي وعصب رئيسي ضمن المنظومة الاقتصادية للبلد، التي تأثرت تأثر كبير بسبب هذه الحروب التي تشتعل في عدن وفي الضالع وفي مأرب واليوم في تعز. هذه كلها آثارها مدمرة على الاقتصاد، آثارها سلبية كبيرة على البنى التحتية، لكن سنجعل هذا الحديث إلى أن نأتي إلى الآثار الاقتصادية بشكل عام. هل تعتقد، ونحن لازلنا في بالحاف، هل تعتقد أنه بعد سيطرة القبائل عليها يمكن أن تعيد تشغيل أو تعيد العمل في ويعاد العمل في الميناء من جديد في ظل هذه الظروف الموجودة الآن؟ والله النشاط النفطي والغازي بشكل عام في مأرب وحضرموت وشبوة توقف تقريبا توقف كلي بسبب الأحداث، لأن الشركات المشغلة لهذه الحقول ولهذه المصادر لها معايير خاصة، وهي معايير عالمية لتوفر نسبة معينة من الأمن والأمان لموظفينها. وأعتقد أن هذه النسبة قد تدنت كثيرا جدا بسبب هذه الحروب المشتعلة هنا وهناك. نعم، المشتعلة هنا وهناك، خاصة في تلك المحافظات النفطية والتي تجري فيها في هذه حتى هذه اللحظة اشتباكات عنيفة. سوف ينضم إلينا الآن لمزيد من التفاصيل حول أحداث مأرب والمواجهات المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي في مأرب، حيث اندلعت مواجهات بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي في منطقة صرواح منذ 4 أيام، وهي الاشتباكات تدور مستخدمة فيها الأطراف الأسلحة الثقيلة
وسقط خلالها 10 القتلى من الطرفين. ينضم إلينا الآن الأستاذ علي الشريف، هو ناشط سياسي وأكاديمي أيضا سياسي، معنا عبر الهاتف من القاهرة. مرحبا بك أستاذ علي. مرحبا فيك أختي العزيزة. نعم أستاذ علي، صف لنا الوضع اليوم الميداني في محافظة مأرب وتحديدا في جبهة سرواح. المواجهات مستمرة بالطبع مثل ما حضرتك تفضلتي في منطقة سرواح وأيضا في منطقة الماس، معسكر الماس من جهة قبائل الجدعان. الحوثيين يحاولون مع علي صالح بالطبع أو الحرس التابع لعلي صالح يحاولون باستماته كسر هذه القبائل والقوة العسكرية التي معهم للدخول إلى مأرب. أرجو أن ترفع صوتك قليلا أستاذ علي. السيطرة عليها كما يفعلون في مناطق أخرى يعني في اليمن، ولكن القبائل يعني تصدوا لهم بالإضافة إلى اللواء 312 القوة العسكرية بقيادة اللواء عبد الرب الشدادي، تصدوا بشكل قوي، ألحقوا بهم هزيمة يعني كبيرة، سيطروا في مثلث معسكر الماس وتراجعوا أيضا في سرواح يعني مسافة 2 كيلو تقريبا أو 3 كيلو، لكن المناوشات يعني ما زالت يعني قابلة للاشتعال في أي لحظة. نعم أستاذ علي. هناك شيء مهم، يعني يبدو أن هناك تقنية يعني استخدموها الحوثيين في مأرب في عملية القنص. هناك مواقع لهم، الحقيقة يعني عاصفة الحزم لا تقوم بتغطية إحداثيات المعسكرات في هذه المنطقة كما تفعل. نعم، وهذا ما كنت سوف أسألك عنه يعني الآن، ماذا عن دعم عاصفة الحزم للقبائل في مأرب؟ الأصل أن الدعم قائم وموجود، هم يعني قاموا بضربة لمعسكر الماس، يعني وبلغني هكذا أن مأرب يعني منسقة يعني في هذا الموضوع مع عمليات العاصفة، لكن عدد الشهداء يعني كان عددا يعني كبيرا. نعم علي، أنت كتبت اليوم على صفحتك على الفيسبوك بأن مأرب تشيع شهداءها بصمت يليق بالكبار، ماذا تقصد بهذا الصمت؟ هل تقصد بأن ثمة تخلي عن مأرب؟ ماذا كنت تعني بهذه العبارة؟ أقصد أن مأرب اليوم يعني تقريبا شهداءها يعني كثير في هذه المواجهة الأخيرة، كل يوم يعني يتم نعي شخص من الأشخاص، شاب من الشباب من خيرة شباب مأرب، دون أن نسمع لهم يعني أي صوت أو ضجيج مثلا في وسائل الإعلام أو كذا. نعم يعني إذا تتحدث أنت عن تقصير إعلامي تجاه المعارك في مأرب، برأيك لماذا هذا التقصير؟ لماذا هذا الخفوت الإعلامي حول الأحداث في مأرب؟ الحقيقة عزيزتي الوضع في اليمن بشكل عام يحتاج إلى ترتيب في عملية المواجهة. عاصفة الحزم تبدو يعني قامت بدور كبير في عملية فكفكة هذه الميليشيات وإلحاق يعني هزيمة بها أو تدمير للبنية العسكرية لهذه الميليشيات، إنما الأمر يحتاج إلى ترتيبات أخرى، لابد أن يكون هناك قيادة عسكرية ميدانية على المستوى الوطني طبعا، لابد أن يكون هناك يعني انتفاضة شعبية شاملة في كل اليمن. لابد من القضاء على هذه الشرذمة، على هذه الميليشيات الانقلابية التي صادرت إرادة اليمنيين. هل تعتقد بإمكانية حدوث ذلك أستاذ علي؟ سيتجدد في الأرواح وفي يعني تدمير دولتهم. هل تعتقد بأن هناك إمكانية وبيئة أصبحت جاهزة لحدوث أو لتخلق هذه المقاومة الشعبية الشاملة؟ المقاومة الشعبية تتصاعد بوتيرة دراماتيكية في تعز اليوم، يعني تعز أبدت بطولة غير عادية في عملية المواجهة لم يكن يتوقعها علي صالح والحوثيين، أيضا في مأرب، في عدن، في الضالع، في كل المناطق. نعم.
يحتاج الأمر فقط إلى قيادة وطنية عسكرية وطنية. نتمنى أن تقوم الرئاسة بهذه الخطوة يعني بشكل سريع، أيضا أن تعود الحكومة والرئيس إلى اليمن وأن يزاولوا مهامهم. هؤلاء بغاة، هؤلاء سلبوا إرادة اليمنيين، قاموا بكل الجرائم الإنسانية، لا يمتلكون الحق، الحق يمتلكه اليمنيون. نحتاج فقط إلى هبة واحدة يدخلوا عليهم الباب، يكفي هذه الدماء التي سفكت على مستوى اليمن. نعم. يعني أدخلوا الحزن إلى كل منزل، يعني وما زالوا يعني يحاولون أن يجرون البلد نحو الفوضى ونحو الحرب الأهلية. هذه نعم. التحركات مهمة للغاية من أجل حسم هذه المعارك. أنا طبعا أقول هذا الكلام لكني أتوقع أن هناك ترتيبات قادمة، يعني أتوقع ذلك أن هناك ترتيبات قادمة وسريعة ستحسم هذه المعركة بإذن الله. نعم، نتمنى أن تكون هذه التوقعات إيجابية وتأتي لي يعني إيقاف هذا النزيف نزيف الدم اليمني الذي يجري في كثير من المحافظات اليمنية. شكرا لك الأكاديمي الباحث السياسي علي الشريف، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وينضم أيضا إلينا عبر الهاتف من عدن الصحفي أسامة الشربي. مرحبا بك أسامة. أسامة الشرمي. نعم معكم. مرحبا أسامة، ما هو الوضع الميداني اليوم في عدن؟ سمعنا في الساعات الأخيرة بأن هناك تجدد الاشتباكات في بعض المديريات في مدينة عدن، حدثنا عن المستجدات هناك. حقيقة هو إجمالا الوضع في عدن اليوم أهدى من سابقات من الأيام، لكن الاشتباكات لازالت مستمرة في مديرية المعلة في محيط ميناء عدن وشارع الرئيسي، لكن يعني بعد الهجمة الشرسة التي شنتها أمس مجاميع من المقاومة الشعبية على قناصة الحوثيين وميليشيا الحوثي المتواجدين على أسطح بعض البنايات وإنزالهم من فوقها عنوة وفي بعض الأحيان قتلى وفي بعض الأحيان أسرى، أصبح الوضع الآن في المعلة أهدأ، لكن ما يعكر صفو هذه المدينة هو الضرب العشوائي التي تنفذها هذه الميليشيات من داخل الميناء باتجاه مساكن المواطنين. نعم. هذا بالنسبة للمعلة، أما إجمالا في باقي مديريات عدن الوضع العسكري هادئ يعني جدا، وفقط نسمع ضربات هنا وهناك لعاصفة الحزم، ولكنها اليوم أقل وتيرة من سابقتها من الأيام، هذا إضافة إلى الأزمة الإنسانية التي تبرز في هذه الأيام. دون هذا لا يوجد أي مستجدات كبيرة على الأرض. نعم، وماذا عن جبهة لحج وأبين أسامة؟ بالنسبة لأبين اليوم شنت البحرية، بحرية التحالف، بالإضافة إلى مدفعية المقاومة، بالإضافة إلى طيران عاصفة الحزم، مجموعة من القارات في ساعات الفجر الأولى على معسكر اللواء 115 ميكا في مدينة جنجبار، وأيضا شنت البحرية ضربات على إمدادات كبيرة كانت قادمة إلى المتمردين عبر طريق العرقوب شقراه، وأوقعت منهم عدد كبير من القتلى والجرحى. اليوم حقيقة قام مجموعة من الزملاء الصحفيين بوضع إحصائية أود أن أشير إليها في مجريات أحداث عدن. بالنسبة لعدن اليوم وضعوا إحصائية لعدد الشهداء، قدر إلى اليوم هذا منذ بدء الأحداث عدد شهداء عدن الذين نقلت جثامينهم إلى المستشفيات الحكومية أو الخاصة 254 شهيد، ناهيك هذا العدد لا يشمل الأعداد التي ثبتت وفاتها من الميدان وتم يعني دفنهم مباشرة من قبل أهليهم. هذه الأعداد 254 شهيد هم مدنيين ومن رجال المقاومة، أيضا بالإضافة إلى 1893 جريح هم هؤلاء ضحايا المقاومة والمواطنين المدنيين داخل عدن. بالنسبة للميليشيات هي إلى الآن لا تأتي بجرحاها ولا قتلاها إلى المستشفيات الحكومية، هم يملكون خيام بإسعافات أولية يعالجونها، يعالجون جرحاهم داخل المعسكرات، ومن لم
تتوفر لديه امكانيات العلاج بالامكانيات البسيطه المتواجده عليهم، على ما يبدو بانهم يقوموا بتصفيتها داخل تلك المعسكرات. نعم، وماذا عن جرحى المقاومه الشعبيه في عدن وفي المناطق الجنوبيه؟ جرحى المقاومه. انا اتكلم لك عن عدن، يعني هذه الاحصائيه جرحى الاحصائيه من المواطنين بالاضافه الى المقاومه الشعبيه، هذه الاحصائيه تشمل المواطنين والمقاومه الشعبيه. 1893 جريح، 254 شهيد، هذا في محافظه عدن منذ تاريخ 23 مارس منذ بدء الاحداث في داخل عدن. نعم، شكرا جزيلا لك صحفي اسامه الشرمي، كنت معنا من عدن. عبر الهاتف أيضا ينضم إلينا من جيبوتي رئيس الجالية اليمنية في جيبوتي بشير. أستاذ بشير، مرحبا، مرحبا بك أولا معنا في قناة بلقيس. شكيب، نعم مرحبا بك أستاذ شكيب. كنا نريد أن تطلعنا على وضع اللاجئين اليمنيين في أبوخ الجيبوتية. نعم شكيب، نحن اليوم كنا في المحافظة الثانية الذي هي أبوخ، بالموقع الذي فيه. نعم نعم شكيب، اللاجئين اليمنيين طبعا النازحين، قد قمنا في تحميل لهم بعض من السلع المواد الغذائية. نعم، و نعم تفضل استاذ شكيب. بالاضافه لذلك اختي، قمنا في احصائيات للنازحين هذا في المخيمات. نعم، ما هي الاحصائيات التي توفرت لديكم؟ تفضل استاذ شكيب. الاحصائيات تقريبا اليوم ونحن هناك، انا والسفير طبعا، اليوم نحن انا والسفير والقنصل كنا في الموقع. واجهنا في باخرتين عشقت على ميناء أبوخ، الباخرتين هذه واحدة منهم تحمل حدود 52 راكب يمنيين من مساكين فقراء، وبعض منهم من رجال الأعمال، أوائل رجال الأعمال تقريبا 16 عائلة، 16 فرد نساء، طبعا عوائل ناس يعني تجار ورجال عمل في اليمن طبعا، عدد الإجمالي حقهم تقريبا 52. يبدو الاتصال أستاذ شكيب، يبدو الاتصال ضعيفا من نعم شكيب. إذا لرداءة الاتصال، يؤسفنا أن يعني انقطع الاتصال مع الأخ شكيب، وهو رئيس الجالية اليمنية في جيبوتي، وكان يطلعنا على ما توصلت إليه القنصلية هناك والسفارة مع الجالية لاستقبال عدد من النازحين من عدن إلى مدينة أبوخ الجيبوتية. سوف يكون لنا تواصل مع حول هذا المستجدات خلال تغطياتنا للأيام القادمة. أستاذ نبيل، ها نحن نستمع الآن ونتحدث عن نازحون يمنيون في القرن الإفريقي، بعد أن كانت اليمن هي ملجأ يعني لهؤلاء قبل أيام أو سنوات، كيف تنظر إلى هذا المشهد؟ طبعا ننظر إليه بحزن، لأن الحروب دائما ما تخلف إلا المآسي، الحروب لا تخلف إلا أحزان وأرامل وثكالى وأيتام ونازحين ولاجئين وخراب ديار وخراب منشآت وتشقق في الجانب النفسي والجانب الاجتماعي، خسران أرواح ودماء، وهي الخسارة الأكبر في الحروب. هذه نتائجها دائما تكون سلبية، ولم يتوقع ربما أي شخص في هذا البلد أنه سيأتي يوم
أن نجد لاجئين يمنيين في القرن الإفريقي أو في الدول المجاورة إلا بعد ما للأسف الشديد جاءت هذه الحروب التي لا تبقي ولا تذر. فأن يكون لدينا لاجئون في جيبوتي وفي غير جيبوتي شيء يحز في النفس وشيء يؤلم، لأنه هؤلاء في يوم ما كانوا آمنين، كانوا مستقرين، كانوا مسالمين، عايشين في هناء، فجأة دارت الأيام عليهم وإذا بهم يخرجون ويتركون خلفهم دورهم وأرضهم وأموالهم، ويبدأ مرحلة جديدة من البؤس، مرحلة من الحرمان، مرحلة من اللجوء من الحسرة. وهذه هي نتيجة يعني حتمية لهذه الحروب العبثية. نعم تأكيد، هذه هي نعم. الحروب التي لا منتصر فيها ولا مهزوم، فالجميع مهزومون في كل الحروب، خاصة تلك الحروب التي الحروب الأهلية التي يحترب فيها أبناء البلد مع بعضهم. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال هذه التغطية. بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على صنعاء أغلقت دول العالم سفاراتها، تاركة ملايين اليمنيين تحت رحمة سلطة ميليشياوية واقتصاد يحتضر. ومع تطور الأحداث على الأرض واتجاه الحوثي جنوبا لاجتياح عدن، أطلق الرئيس هادي استغاثة إنقاذ من دول الإقليم، فكانت عاصفة الحزم. أتت هذه العاصفة بهدف إنقاذ الشرعية من يد تحالف الحوثي وصالح، لكنها لم تضع ببالها خططا للوضع الإنساني الذي يخلف الحصار الجوي والبحري على المستوى الاقتصادي. فالبضائع التجارية لا تجد طريقا لليمن نتيجة لهذا الحصار الذي حقق أهدافا سياسية وعسكرية ضد ميليشيا الحوثي، لكنه لم يضع حلولا لاقتصاد ينهار يوما إثر يوم. يتوقف كل شيء في اليمن باستثناء الحرب، فمنذ بدء عاصفة الحزم التي تشن على ميليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح، تعطلت مظاهر الحياة في أغلب المدن. فالمعارك الدائرة بين ميليشيا الحوثي والمقاومة الشعبية في بعض المحافظات كعدن دفعت الكثير من الأسر إلى النزوح إلى دول مجاورة، وبعضهم ذهب إلى مناطق داخلية أكثر أمنا. المدن اليمنية يسكنها الأشباح، وتبدو آثار الدمار على مبانيها، فهذا أحد شوارع عدن الرئيسية مهجور إلا من رائحة البارود. وفي كل شارع قصص أسر شردتها الحرب، وأخرى ما زالت عالقة بين الدمار. في تعز، المدينة التي تنذر الأحداث فيها بحرب وشيكة، شوارع خالية إلا من سرب طويل من السيارات تحكي عن أزمة وقود تخنق المدن اليمنية وتنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني بأكمله. كارثة إنسانية تشهدها اليمن في ظل صعوبة مرور البضائع نتيجة الحصار الجوي والبحري، فالمواد التموينية بالإضافة لارتفاع أسعارها تكاد تختفي من الأسواق. أزمات معيشية تلاحق اليمنيين، يمن بلا كهرباء ولا غاز ولا ماء ولا مساكن آمنة. ويرى اقتصاديون أن استمرار الأوضاع على هذه الوتيرة يضع الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار. أعزائي المشاهدين، إذن عودة إلى محورنا الثاني، وهو محور اقتصادي في معظمه. وبعد استماعنا لهذا التقرير الذي وضعنا أمام الوضع المتدهور والمتسارع في الاحتضار كما يصفه بعض الاقتصاديون، كيف تقرأ الوضع الاقتصادي في اليمن بشكل عام ضمن هذه الظروف الحالية؟ هو للأسف أن الوضع الاقتصادي لا يترك لأي متابع أو لأي محلل أن يقرأه، لأنه إذا جاء له من اليمين أو من الشمال أو من فوق أو من تحت، فيجد أن اقتصادنا على مدى أكثر من 20 سنة اقتصاد كله أزمات، حياتنا كلها أزمات للأسف الشديد. وسأختصر الفترة الزمنية التي عشناها في ظل هذه الفوضى الاقتصادية، وخاصة 20 سنة الأخيرة، بالإضافة إلى ما نعيشه حاليا. وعلى مستوى الجنوب،
أنا أتكلم على مستوى اليمن بشكل عام أن هناك أزمات وهناك وضع اقتصادي متدهور في كل تشعباته، لأنه الاقتصاد هو مجموعة أنشطة تجارية وصناعية ومالية وملاحة وما إلى ذلك. أكثر من 100,000 عاطل وباط يعني بطالة وخليك في البيت في الجنوب من 94، أكثر 100,000 الآن في ظل هذه الأوضاع. أضيف إليها أيضا بطالة، وأضيف إليها أيتام، وأضيف إليها أرامل وما إلى ذلك. اقتصادنا كان قائم أصلا على الفساد، كان قائم على المحسوبية، كان قائم على الفوضى، كان قائم على النهب. جاءت الحرب هذه وزادت الأمور سوءا، أزماتنا ازدادت، انعدمت كليا. إن كان الفترات الماضية نعايش أزمة في البترول، أزمة في الغاز، أزمة في انعدام بعض المواد، اليوم أو قلة، اليوم انعدام كامل. انعدمت كثير من الأشياء الأساسية، تهدمت كثير من البنى التحتية. اليوم أختي الفاضلة، إذا رأينا عدن على سبيل المثال للحصر، اليوم عدن يحتاج إلى مليارات لكي نعيد هذه البنى التي تهدمت، هذه البنى التي انتهت، بل نعيد، نحتاج إلى سنوات لكي نسد الفجوة أو الشرخ الاجتماعي الذي صار في الإنسان المواطن البسيط. عدن اليوم تعاني الأمرين، تعاني انعدام الغذاء، تعاني انعدام الغاز. ماذا عن المشاريع الاستثمارية الكبيرة في عدن والتي تداعت خلال هذه الظروف؟ لا نتكلم اليوم عن مشاريع استثمارية، كل المشاريع وقفت، ليس في عدن، في عدن وفي غير عدن وقفت، لأنه لا يمكن أن يكون هناك استثمار في ظل الحروب، هذه قاعدة والكل يشهد بها. لكن بالإضافة إلى الحروب، تخيل عندما تكون مدينة صغيرة مساحتها لا تتعدى عشرات الكيلومترات، تنصب عليها هذه الهجمة بالمدافع بالدبابات، ومدينة مزدحمة، تهدم البيوت، تهدم الشوارع، تهدم الخدمات الأساسية، محطات كهرباء، خطوط نقل الكهرباء، خطوط نقل الماء، المجاري. اليوم عدن تعيش وضع إنساني متدهور جدا جدا جدا. ما هو وضع ميناء عدن الآن؟ في هذه الظروف إلى أي مدى يمكن أن يعاد العمل فيه؟ لا يمكن، أن نفكر الآن في أي جانب اقتصادي أو في أي منحة من منح الاقتصاد ما لم تتوقف الحرب. هذه قضية أساسية جدا، إن لم تتوقف الحرب ليس هناك حديث عن أي اقتصاد. هناك فقط الحديث عن إغاثات ومساعدات إنسانية. أهم شيء الآن، أهم شيء اليوم في عدن والمناطق التي تتضرر من هذه الحروب، ولكن عدن لأنها تعيش أزمة حالية الآن، هو إغاثة الإنسان اليوم بمتطلبات حياته الرئيسية والأساسية. اليوم الإنسان هناك يا أختي الفاضلة لا يجد ما يأكله. اليوم عدن مرت في بعض الأحياء فيها، خاصة في التوي في المعلة، 3 أيام متتالية من غير كهرباء، والكل يعرف عدن ونسبة الرطوبة فيها ودرجة الحرارة المرتفعة. 3 أيام معنى هذا لا أكل ممكن يبقى، ولا أدوية ممكن تبقى، ولا حياة ممكن تستقر في ظل هذه الأوضاع. وأضيف إلى هذا القنص المستمر. وهذا هو الظرف الذي عاشته تقريبا كل محافظات الجمهورية خلال 3 الأيام الماضية. وحديثنا هو عن الاقتصاد الوطني ككل. دعنا نخرج من عدن قليلا لننتقل لحديث أوسع قليلا حول الاقتصاد الوطني. إلى أي مدى تعتقد بأن هذه الحرب سوف تنهكه فوق إنهاكه السابق؟ أنا تكلمت أن اقتصادنا أصلا كان قائم على أسس غير سليمة. اقتصادنا في البلد كان قائم على الفساد، على المحسوبية، على الواسطة، على الشركات المشبوهة، على سوء الإدارة، على عدم الرؤية. هذه كلها لا توجد اقتصاد سوي. فإذا أضفت لها مصانع تهدم هنا وآبار تنهب هنا وخطوط نفط تفجر هنا وشبكة كهرباء تفجر هنا، هذه كلها ستضيف أعباء إلى هذا الاقتصاد المفتري أصلا. وبالتالي لكي نتحدث عن اقتصاد لابد لنا من إحصاء دقيق. إلى الآن لا تتوفر لدينا إحصاءات كبيرة جدا، لأنه حتى الأسلحة التي هدمت، الطائرات الحربية التي هدمت، ستدخل في الأخير ضمن احتياجاتنا المستقبلية، أي ستضيف أعباء مالية إلى ميزانية الدولة، أي ستضيف أعباء إلى هذا الاقتصاد الكلي إذا تكلم عن الاقتصاد بمفهومه الشامل والكامل. فبالتالي خسارتنا بالمليارات كبلد
من هذه الحرب. اقتصاداتنا أو اقتصادنا اليوم سيتأثر وتأثر كبير جدا، وسيحتاج إلى سنوات حتى ينهض. بنى تحتية اليوم انتهت، لا يمكن أن ننهض استثماريا واقتصاديا في ظل انعدام بنى أساسية. هل يمكن الحديث عن إسناد نعم، هل يمكننا الحديث في هذه الأثناء عن إسناد للتحالف العشري الذي نفذ عاصفة الحزب بأن يتدخل اقتصاديا يعني بقوة لإنعاش هذا الاقتصاد المتهاوي الآن، وما هو شكل هذا التدخل الإسعافي والضروري الآن لإنقاذ البلد؟ أولا يجب إسعاف المواطنين في عدن، في تعز، في مأرب، وكل بحسب احتياجاته وبحسب ظرفه الآني وأهميته الحالية ووضعه، لأنه قد تختلف المدن من مدينة إلى أخرى، الضالع، الحديدة، أي مدينة في اليمن بحسب احتياجاتها. لابد من الإسراع، أنا بقول من الإسراع بتوفير متطلبات الحياة الرئيسية، الغذاء والدواء، ولو تتحرك سفن تحمل مستشفيات متنقلة، وهذا اللي نسعى إليه مع الإخوة الأتراك إن شاء الله تعالى، ونحن غدا على لقاء مع مجموعة كبيرة من المنظمات الإغاثية، أن نسعى لتوفير بعض متطلبات الحياة الأساسية لمناطق الاقتتال، خاصة في عدن اللي عدن تنعدم فيها كثير من الأساسيات. وبالتالي هذه الدول المتحالفة يجب أن تسرع. هناك حديث وإرسال عن 12 مليون فرد يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إرسال مواد غذائية اليوم إلى المدن المشتعلة فيها، وصارت الأزمة الغذائية أعتقد على مستوى اليمن كاملة اليوم. وبالتالي لا نستطيع أن نتكلم عن إعادة بناء إلا بعد أن نوفر لقمة العيش لهذا المواطن المسكين الغلبان. اليوم بعض المواد الغذائية ارتفعت أكثر من 1000% في أسعارها، بعض المواد الغذائية انعدمت كليا، وبالتالي لا نستطيع أن نتكلم عن اقتصاد في ظل عدم توفر لقمة العيش. على الدول المتحالفة أن تنقذ الشعب اليمني من الهلاك، أن تنقذ الشعب اليمني من الموت، تسرع. لا يكفينا أن نتكلم ونتحدث عن خطط، لابد أن تتوفر الإرادة لدى هذه الدول، إرادة قوية بإسعاف هذا المواطن اليمني بتوفير متطلبات الحياة بحدها الأدنى. حاليا نقول بحدها الأدنى، لا نطمح لأكثر من الحد الأدنى، وهو متطلبات أساسية في الغذاء والدواء والكهرباء وتوفير وسائل النظافة، لأنه أيضا ستوجد انعدام وسائل النظافة في المدن المشتعلة فيها الحروب إلى بيئة حاضنة لأمراض فتاكة قد نجد صعوبة فيما بعد نعالجها. وبالتالي يجب على هذه الدول أن تعمل خطة إنقاذ سريعة، خطة إنقاذ سريعة لتوفير متطلبات الحياة. هناك الأساسية. عبارة أيضا دائما تردد يقال فيها بأن خلافات السياسة تقود إلى انهيار الاقتصاد، وهذا يجعلني أسألك ما هو الإجراء السياسي الذي يمكن أن يؤدي بطبيعة الحال إلى الإنعاش الاقتصادي، لأن هذا الظرف الذي تعيشه البلد محتاج الآن إلى تحركات سياسية لإخراج البلد من حالة الحرب أولا، ومن ثم إنقاذ اقتصاد البلد من هذا التداعي. كلام الأستاذ نائب رئيس الجمهورية الأستاذ بحاح أمس واضحا، لا يمكن أن تكون أو أن يكون هناك حوارا ما لم تتوقف هذه الحرب، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد إلا إذا توقفت هذه الحرب، إلا إذا دخلت القوى السياسية جمعة باتفاق لحل هذا الإشكال الموجود بين لكن هذه الكثير القوى. رأوا بأن هذه التصريحات كانت مجرد تصريحات افتقرت إلى الآليات العملية التي يمكن أن تترجمها إلى واقع. لا يمكن أن يكون هناك حوار ما لم تتوقف هذه الهجمة على هذه المدن، في عدن، في تعز، في مأرب، في غيرها من المدن. أول خطوة هو توقف هذه الحرب، ودائما تكلمنا معك في الحلقة السابقة أنه سيصل الناس في الأخير إلى الحوار. في هذا الحوار يجب أن يوضعوا أسس للحياة المستقبلية لهذا الشعب الذي يعاني من 50 سنة وهو يعاني. إذا استقر الوضع هناك مقومات النهوض الاقتصادي متوفرة. السؤال المؤلم هو إذا لم يستقر الوضع وطال أمد هذه الحرب، ما هو الوضع الاقتصادي الذي تصوره لهذا البلد ولهذا الشعب؟ لا تتكلم عن اقتصاد،
إذا استمر هذا الوضع لا تتكلم عن اقتصاد. أتكلم عن الاقتصاد لأن بالأخير المواطن البسيط العادي هو يعني المتضرر الأكبر ومعركته الأساسية هي معركة اللقمة ومعركة الغذاء. إذا حصرنا الاقتصاد في اللقمة فهذا مسألة إغاثية، مسألة لا أنا أتكلم عن الاقتصاد بمفهوم العام الشامل. هو يعني يلقي بظلاله بالتأكيد على المواطن. نتحدث مثلا عن حجم الودائع المتراجعة في العملة المحلية، نتحدث عن تراجع الاحتياطي النقدي مما أيضا يقود إلى توقعات لعدم استلام موظفي الدولة لرواتبهم خلال الأشهر القادمة. هذا أيضا مرتبط ارتباط مباشر ب قوت الناس ومعركتهم الأساسية كما يصيفونها. أختي الفاضلة، إذا استمرت هذه الحرب دون تدخل لإنقاذ هذا المواطن فالوضع سيزداد سوءا أكيد. لن يتوقف هذا السوء ولن تتوقف هذه الجوانب السلبية عند ودائع مالية أو عند استثمارات في مشاريع أو توقف إنتاج معين، بل سيتطور الوضع إلى أن كيف نحافظ على روح الإنسان كإنسان، وهو العنصر الأساسي في الاقتصاد. هذه العمليات الاقتصادية التي تشتمل التجارة والصناعة والمال والتأمين وما إلى ذلك، هذه الأنشطة كلها التي تدخل ضمن الاقتصاد هي ترتكز على عنصر أساسي وحيوي إذا انعدم الاقتصاد وهو الإنسان. هذا الإنسان لن نستطيع أن نحافظ عليه إذا استمرت هذه الحروب، لا يمكن. فبالتالي استمرار هذه الحروب لا يمكن أن تتكلم عن الاقتصاد، ممكن تتكلم عن الاقتصاد في شقه السلبي وهو تجارة الأسلحة، تجارة التهريب، تجارة بشرية، تكلمي عن هذه الجوانب السلبية التي تخلف الحروب. نعم. والمشكلة والمشكلة الآن بأن مع هذه الحرب ومع هذه التداعيات الأمنية الصعبة هناك أيضا فساد مالي وإداري، وهناك احتكار لبعض المواد. يعني تخيل كل هذه الأعباء على المواطن اليمني، كيف لهذا المواطن بسيطا أن يتحمل كل هذه الأعباء؟ ذكرت أنا في البداية أننا نعيش أصلا وضع مهترئ. نعم. من فساد، من واسطة، من نهب للمال العام، وفي ظل دولة هشة كانت، فما بالك عندما تنعدم الدولة كيف يكون الوضع؟ يكون أسوأ من ذلك. الضحية من هو الضحية؟ المواطن العادي الذي هم يمثل النسبة العظمى من هذا الشعب، لأن المستفيد من هذه الحرب، المستفيد من هذه الفوضى، المستفيد من هذه هذا الفساد هي طبقة بسيطة جدا ربما لا تتعدى 1 أو 2% من مجمل هذا الشعب، ولكن بقية الشعب سيكون هو الضحية. وآخر إحصاء يقول أن هناك أكثر من 56 إلى 60% من الشعب اليمني نسبة أو هذه نسبة مجموعة من البشر يحتاجون إلى الحد الأدنى من الغذاء، أي أنهم تحت خط الفقر، ليس فقراء وإنما تحت خط الفقر. 50% لا يحصلون على الغذاء الكافي في اليمن، هذه إحصائيات قبل الحرب. الآن كيف الآن سيكون الوضع؟ والآن نرى أن هناك جبهات انفتحت جديدة. جبهة تعز انفتحت أو منطقة تعز انفتحت، إلى متى ستستمر؟ الله أعلم. بكرة أي جبهة أخرى حتنفتح؟ الله أعلم. وبالتالي الأزمات تتراكم تتفاقم ما لم تتدارك. دائما نقول أين العقلاء؟ أين الحكماء؟ للأسف الشديد في هذه الحرب الحكمة اليمنية إلى الآن غائبة، إلى الآن غائبة. فلهذا من الصعب أن نتكلم عن اقتصاد في ظل ذهاب الإنسان، في ظل قتل الإنسان، في ظل موت الإنسان. الاقتصاد لا يمكن أن ينهض، الاقتصاد لا يمكن أن يوجد تنمية إلا في ظل أمن واستقرار. فإذا ما تم هذا الاستقرار وتوقفت هذه الحرب، هناك مقومات للنهوض الاقتصادي في اليمن تستطيع أن خلال فترة وجيزة جدا أن تنهض باليمن إذا وجدت الإرادة والرؤية. هذا ما نعمله بالتأكيد، ودائما نذكر بأن بيئة الفقر وبيئة الجوع والبيئات الاقتصادية الأكثر تهورا كالتي يعيشها اليمني الآن هي بيئة حاضنة للعنف والعنف المضاد، وهذا أيضا كارثة أخرى. شكرا لك أستاذ نبيل غانم نائب رئيس مجلس عدن الأهلي، كنت معنا في هذه التغطية في الاستوديو. شكرا لك أستاذ نبيل.